الفنان محمود الجندي بدايته مع الفن كانت الى حد ما متأخرة عما كان يتمناها. حقيقي فعلا مظبوط. نقدر نقول انه في كتير من كبار فنانينا لما الواحد يقول لهم ايه الفرق بينكم وبين الجيل الجديد يقولوا احنا خدنا الامور او العملية خطوة خطوة من البداية، ابتدت بجملة وجملتين وبعدين تعبنا وبعدين اصرينا لغاية ما وصلنا، لكن الجيل الجديد جاياله مقشرة. هاتك من الجيل الجديد لكن خدتها خطوة خطوة زي القدام ليه؟ هو طبعا انا مش من الجيل الجديد قوي يعني علشان تبقى الامور واضحه. يعني انا برضو قديم شويه يعني بداياتك تعتبر مع جيل جديد. يعني تعتبر مع جيل، اصل في جيل جديد دلوقتي اللي هو بتاع السنتين اللي فاتوا دول، في جيل اللي طلع لقى التلفزيون في كثافه انتاج وكده، انما احنا من جيل قبل دول بشويه. يعني طلعنا في وقت كان التلفزيون لسه بيبدا اول ارساله والفرص قليله وما كانش فيه انتشار واسع لانتاج التلفزيون، فانا بعتبر برضو من الجيل اللي كافح وقال جملة وجملتين ووصلت تقريبا بنفس الظروف اللي وصل بيها الجيل القديم. يعني ونقدر نقول البداية الحقيقية ليك كانت سنة كام؟ كانت سنة 80-81 في مسلسل تلفزيوني اللي هو بابا عبده. ده كان بمثابة بطاقة التعارف الحقيقية اللي بيني وبين الناس. يعني بعديها بقى انتشرت بشكل انه الواحد يعني كان يفتح اي حاجة يلاقيك، يعني كان عملية كتيرة شوية. فاكر الفترة دي؟ هي كانت تتصادف في سنة من السنوات اني ارتبطت ببعض اعمال لشهر رمضان، وشهر رمضان فيه كثافة مشاهدة اكتر من اي شهر تاني. كانت اول مرة بتتقدم فيها الف ليلة وليلة مرحوم فهمي عبد الحميد، واول مرة شريهان بتعمل الفوازير، فكنت بعتبر ان دي تجربة جديدة بالنسبة لي فقبلت. وكان في نفس السنة تصادف ان في مسلسلين انا مصورهم قبل كده نزلوا في رمضان برضو، ومعاهم حلقات منفصلة لمسلسلات تانية نزلت في نفس التاريخ، فكان فاضلي نشرة الاخبار وابقى قاعد في التلفزيون من الصبح في الليل قدام الناس. انما الحمد لله ان عدت على خير. احمد ربنا يا بابايا ان الدكتور قال انه مش هيبلغ البوليس. ما يبلغ يا ابني، ام المطوى اللي في ايدك دي مطوى. انا لازم ابيتهم الليله زي الفراخ. يا ابني انت طالع لمين؟ قول لي طعامي. اختش عيب يا فاطمه. ما عيب الا العيب يا ابني خالد. يعني انتوا عايزين نضرب حته؟ اسكت. طب وانت رفت ليه؟ وانت مالك؟ هي مالها وانا مالي؟ امال مين اللي ماله يا مصطفى؟ يا اما دول كانوا خمسه وانت هتنظر على خمسه؟ ما انا لو ما قدرتش من الليله دي هبقى ملطشه. هتشتغل في توا يا ابني خالد؟ اذا حكمت هشتغل في توا. طب بدل الخناق ووجع القلب يا اخي روح دور لك على شغلانه تاكل منها عيش وتاكلنا جنبك لحد جمعه ما يرجع. وده اللي هيجنني يا ابني. لاجل خاطرنا تهدي بالله. يا هم انا في الاول ما كانش هاممني، قلت كلها كام يوم وجمعه يرجع، لكن من يوم ما جه جواب وعرفت انه هشتغل في البحر واني يعني هناكل تراب. يا اما لاجل ما تاكل عيش لازم تشتغل يا مصطفى. امال انا كنت بهبب ايه؟ هو اكل العيش بقى بالضرب اليومين دول؟ لا يا اما بالدبح. مصطفى الناس بقت بتاكل في بعضيها يا فاطمه. طيب يا ابني اتهدي بالله يا ضنايا وقول لنا ايه اللي حصل. قلت اشتغل واكسب قرشين لحد جمعه ما يرجع. وبعدين كان معايا قرشين قلت اشغلهم في قطع الغيار. غيار؟ ايوه غيار العربيات. وانت تفهم في الشغلانه دي يا ابني؟ يا اما دي شغلانه مكسبها مضمون زي ورقه البوسطه. واشتريت وبعت. وبعدين رحت اقبض من اللي بعت له وحب يرجع في كلامه. الارزاق على الله. ده عايز يديني اقل من الثمن اللي انا اشتريت بيه. خد بضاعتك وامشي. البضاعه كانت خلاص دخلت مخزنه. خدها منه يا ابني ويا دار ما دخلك شر. اما انتوا فاهمين العباره كده بالساهل؟ امال بالعافيه. ايوه عافيه، مفيش غير اللي قال عليه. واذا كان عاجبني بلغ عنه. ابلغ عنه ولا عني؟ يا اما ما تسيبك من اللي في دماغك ده يا ضنايا. كلمه منه وكلمه مني اتلموا عليا رجالته، كانوا خمسه نزلوا في عجن قدام الخلق ولا حد فتح بقه ولا حد يقدر يهوب ناحيته. تقوم تروح لهم تاني برجليك؟ ما انا لو ما روحتش الليله والليله بالذات يا ام جمعه عمري ما هعرف اكسب قرش واحد. الله مصطفى مصطفى. نتاج بقى حوالي 35 عمل تلفزيوني مسلسل بالظبط. تقريبا وسبع افلام تقريبا. وست سبع مسرحيات. في الحدود دي. في الحدود دي يعني. سبع افلام ده مش كتير. هو الحقيقة طبعا أنا لما كونت علاقتي مع التلفزيون وجمهور التلفزيون
لقيت مجال التلفزيون في قريب من المسرح، وانا بحب المسرح قوي، وفي نفس الوقت اعرف يعني السينما علاقتها لها، يعني في ناس بيبقوا قريبين من بعض فبيشتغلوا مع بعض، التلفزيون له ناس قريبين من بعض فبيشتغلوا مع بعض، فبالتالي انا اشتغلت التلفزيون اكتر. السينما كنت بعيد عنها شويه رغم ان انا خريج معهد سينما، انما كنت بعيد شويه في من وجهه نظر منتجين السينما. يعني في وجهه نظر منتجين بيقولوا ان الممثل ده اتحرق في التلفزيون كتير، فمين اللي هينزل يروح له السينما؟ دي كانت وجهه نظر بعض المنتجين. يعني هي سليمه ولا في رايك يعني ولا مش سليم؟ لا مش سليم، لان بدليل ان التلفزيون بيجذب نجوم السينما، وفي نفس الوقت الممثل اللي عمل علاقه ظريفه مع الجمهور من خلال شاشه التلفزيون قطعا المتفرج بينزل يروح له، لو هروح له المسرح او هروح له على القهوه حتى. مشوار لسه طويل يا بشير. يبقى الدور على الدكتور سرنجاتي. زي ما عرفت ان له مصلحه كبيره قوي في مشروع تعمل. ونسيتوا سيد رخا والممثل باهر الامير، ما تسيبوش اي حد فيهم، اما نور هانم دي خلوها عليا انا. بس دلوقتي في مشكله، الظرف والشريط اكيد فهموا انهم معانا، وجودهم هنا خطر. ليه؟ انا ما حدش يقدر يقرب لي. دول ما بتفرغ لهمش حيله يا استاذ نجاتي. لازم نخبيهم في مكان امين. برضه دي سيبوها عليا انا، لاقي خزنه في البنك وهشيلهم فيها. معقول؟ بس لازم بسرعه. حالا اغير هدومي وعلى البنك. الاحداث شغلتنا ونسيت اهنيك بوصول الدكتور. دكتور؟ اه قصدك اسماعيل؟ الحمد لله على سلامته. بتمنى ان المحنه اللي انت فيها دي تعدي بسرعه علشان تفوقي لنفسك بقى وسعادتك و... وايه كمان؟ ناقص تقولي بالرفاهي والبنين وتبعتلي ورد. في وقتها طبعا هعمل كده. الله ده انت بتريقي بقى. ارجوك يا بشير ما تكلمنيش في حاجه عايزه انساها. تنسي يعني؟ مش فاهم حاجه. معلش بعدين حابه افهمك. الحمد لله. ايه؟ افتكرت انك هتقولي ده موضوع يخصني ومالكش دعوه بيه. الفيلم اللي احنا في كواليسه دلوقتي دورك فيه علي الزهار، شخصيه مرسومه حقيقي حبيبه جدا، لان الاستاذ وحيد حامد مقدمها بتفاصيل ظريفه. راجل بيشتغل شغلانه بسيطه في سنترال، وله صداقه من الحي اللي هو حسن اللي هو الاستاذ عادل امام، وعلاقتهم بعض بتفضل مبهمه ما بتتكشفش غير في المشهد الاخير او المشهدين الاخرانيين. يعني بعد الشخصيه ده بيخلي الناس تركز معاه يعني وتتتبعه، فعشان كده انا حاسس انها شخصيه مرسومه حلو وفرصه بالنسبه لي ثانيه مع الاستاذ عادل. بعد دموع في عيون وقحة. بعد دموع في عيون وقحة طبعا انا كسبت كتير جماهيرية من المسلسل ده، وجودي جنب نجم زي عادل امام الناس كلها متتبعة وعايزة تتفرج على المسلسل، فانا كسبت جماهيرية شديدة جدا من وجودي معاه، وبعتقد ان شاء الله برضو حتى بعد الرصيد ده ان من خلال الفيلم ده هيكون برضو يعني في مكسب جماهيري اكتر.